اهلا بحضراتكم مره اخرى، ونستكمل الحديث مع فضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه. وكنا نتحدث قبل الفاصل السؤال مساله القوامه مولانا، البعض بيفسرها خطا وبالتالي يتسلط على النساء. القوامه تشريف وتكليف، تشريف وتكليف. فتشريف معناها لازم المجموعه يبقى لها قائد. النبي عليه السلام حتى في السفر قال ان كنتم ثلاثه فلتؤمروا احدكم عليكم. لازم واحد يقول لنا احنا هننزل هنا، احنا هنستريح هنا، احنا هناكل دلوقتي، هنصلي دلوقتي. هنا لازم السفينه يبقى لها ربان. اكيد. طيب الاسره نخلي مين الربان بتاعها؟ ما هو لازم يبقى فيه واحد ربان، لازم يبقى فيه حد هو رئيس الجمهوريه. أكيد. او الملك او الامير او كذا الى اخره. لازم اي مجموعه يبقى لها قائد، والقائد واحد. ف الله سبحانه وتعالى على عموم الخلق دول وللصفات وللتكاليف، شوف بقول تشريف وتكليف، اكيد بيقول للراجل انت المسؤول، ادي القوة المسؤوليه. طيب والمسؤوليه دي تبعها ايه؟ انه لابد عليه ان يدبر المنزله ويبقى يدفع، يجيب الفلوس علشان العيال تاكل وعلشان الزوجه تقوم بوظيفتها والأولاد يتربوا. أكيد. إلى آخره. فالقوامة معناها المسؤولية. هذه المسؤولية بتضعك في سلطة، وكما قال أهل الإدارة السلطة والمسؤولية وجهان لعملة واحدة. سلطة ومسؤولية، فهي وجهان لعملة واحدة. أكيد. السلطة مع المسؤولية والمسؤولية مع السلطة. تمام. فالقوامة هذه هي. أكيد. احنا في تكليف وتشريف. التكليف هو المسؤولية والتشريف هو السلطة. فانا عطيته سلطة لكن في المقابل عطيته مسؤولية، ومسؤولية القيادة ومسؤولية النفق. اكيد. طيب في السؤال السابع بقى مسألة العمل، لان البعض بيستغل القوامة وبالتالي بيحاول ان هو يضيق على المرأة فانها تخرج العمل. فسؤال مولانا، هل الاسلام كفل العمل بالنسبة للمرأة؟ وبالتالي ان كانت الاجابة بنعم، وهي نعم بالتأكيد، فالبعض ربما بيستند الى الآية الكريمة وقرن في بيوتكن. يعني وقرن في بيوتكن دي خاصة بزوجات النبي وليست عامة في نساء المؤمنين. فدي خاصة بأمهات المؤمنين فقط. فقط. وطول عمر المرأة بتعمل. نعم. ولكن ما في يعني حكاية إثبات الذات دي ما جاتش إلا في العصر بتاعنا اللي احنا فيه ده. تمام. حضرتك إذا كان تريد المرأة أن تعمل يبقى بالاتفاق مع زوجها. نعم. فإذا حصل اتفاق كان بها. وإذا لم يحدث اتفاق يبقى لازم يوصلوا الحل. فإذا هي فضلت العمل على أسرتها ورعايتها وكذا إلى آخره دي قضية تانية، لكن لابد من الاتفاق. يعني يا فندم أنا آسف، يعني الآية الكريمة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، لا علاقة تبرج الجاهلية الأولى. هل هنا الأمر لأمهات المؤمنين فقط زي ما حضرتك بتقول، ولا ممكن يعمم على نساء المؤمنين؟ لا يعمم ليه على نساء المؤمنين. وقرن في بيوتكن دي خاصة بها زوجات النبي، وزوجات النبي لهن أحكام خاصة. تمام. من ضمن هذه الأحكام إنها لا تتزوج بعد رسول الله. صحيح. من ضمن هذه الأحكام إنها لا نزل عليهن الحجاب. اللي هو ده إنها ما حدش يشوفها. وكانت عائشة إذا حدثت حدثت من وراء حجاب. من ضمن هذه الأحكام إنها عليها ضعف العذاب إذا عملت ذنب. صحيح. من ضعف وهكذا. صحيح. حاجات خاصة بالنساء دي. أمهات المؤمنين عشان اللي بيسمعنا ويقول لمراته ما تشتغليش، ويقول الآية الكريمة وقرنا في بيوتكن، ده بيبقى جهل منه، لأنه استدلال في غير موضع، في غير موضعه. إنما يقول لها إحنا اللي بيننا وبين بعض عقد. تمام. والعقد إيه؟ اتفاق إرادتين. طبعا. واحنا متفقين ان احنا ما نعملش. ايه اللي انت بقى جد عليكي؟ تمام. انا الصوره. تمام. اللي كنت اريدها. تمام. في زوجتي انها تقعد وما تعملش وكذا الى اخره. اخويا مراته بتعمل. وانا عايز مراتي ما تعملش.
وده اتفاق وانت وافقتي عليه. نعم. نعم. يبقى او تقول له احنا مش اتفقنا على ان انا اشتغل جاي النهارده تقول لي لا ليه، ويتفقوا. يبقى ده بالتفاهم. بالتفاهم والاتفاق. مفيش بقى في مساله الشرع قال او ما قالش هنا. مفيش ما يجيبش الايه بقى. طيب يجيب يقول لها انا عايز كده. انا بحب كده. تمام. فهي تقول له والله انا مش هعمل اللي انت بتحبه ده. دي قضيه تانية. طب يا مولانا ويقعد يوازن بقى. تمام. هو عدم ارادتها وعدم تنفيذها للامر يصل الى انفصال الاسره؟ يصل الى ضياع الاولاد؟ صحيح. ولا لا يصل؟ كل واحد دي حالته. كل واحد يتفق. تمام. تمام. لو واحد مثلا بيغار مثلا على زوجته، ما هو واحد زوجته مثلا مش محجبه وانما هو مش عايزه بقى تخرج، يعني مش محجبه وبتخرج معايا او في قضيه النطاق، حلو مشاكلهم مع بعض. لكن مساله الشغل هنا ملهاش بقى دخل. يعني بلاش مش هي التلكيكه. ايوه. طيب. بلاش كده. السؤال الثامن يا مولانا مساله امامه. لا اصل كل واحد عايز يستدعي الشرع لنفسه. ايوه مظبوط صحيح. طب الشرع قال لكم اتفقوا. ما تتفقوا. نعم. لكن القضية هي أن القوامة دي معناها المسؤولية، يعني معناها السلطة. تمام. السؤال الثامن يا مولانا مسألة الإمامة، شفنا في سيدة في الولايات المتحدة الأمريكية في أحد المساجد في أحد الولايات بتأم الصلاة، وحينها يعني كان هناك تنديد بهذا الأمر وأنه ليس من الدين في شيء. ممكن نعلم يا مولانا ما هي الحكمة في هذا الأمر؟ إذا كانت المرأة قد تكون عالمة وعلمت وكانت عالمة ومصدر علم للكثير من العلماء الآن وفي الماضي، لماذا لا يمكن أن تأم الصلاة؟ عملية تنظيمية. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بأنهم يقفوا كده، أمر النساء بأنهم وراهم. الست دي مكلفة بإيه؟ نعم. نمرة واحد انه اذا داهمها الحيض انسحبت من الصلاة. طب فلو هي امام مش هينفع. لو هي امام مش هينفع، ولو هي في الوسط مش هينفع. فلازم تكون في الخلف. صحيح. فاول ما يداهمها الحيض تنسحب من الصلاة كده بهدوء. نعم. نعم. الست دي قلبها معلق بالطفل الرضيع اللي معاه. صحيح. وهي مكلفة بالمحافظة عليه. أكيد. الواد بيعيط هيشرق وهيموت. نعم. تخرج من الصلاة فتخرج له كده. نعم. وكان سيدنا رسول الله إذا سمع بكاء الصبي أسرع في الصلاة علشان يدي فرصة لنا. صحيح صحيح. الست بتسجد. والسجود ده عندنا يعني عندنا كده نوع من انواع العفاف، نوع من انواع الـ حاجه يمكن ما بيفهموهاش في الغرب او كده الى اخره بعد هذا العري الفاضح بعدها. فهي تشوف الرجال، لان الرجال ما همش اهل شهوه، يعني ما همش مكان للشهوه، لكن الرجل يشتهي المراه. ولذلك لا النبي من الاتيكيت انها تصلي في الستر بتاعها. فتبقى في الخلف. في الخلف. هذه المفاهيم الراقية تحولت إلى انتقادات. والبعض يعني بيتربص بالإسلام يا مولانا في أي شاردة أو واردة يعني. طيب يبقى إذن إحنا عندنا أحكام من ضمن هذه الأحكام بيستوجب علينا إن الست تصلي في الخلف، إنها ما تصليش إمام، إنها تصلي بستر. نعم. يعني تستر نفسها. أكيد. واخد بالك. وهكذا. على ذكر الستر هنا بقى السؤال التاسع، البعض بيتحدث في مسألة زي المرأة، بقينا نشوف الحياة مولانا حاجات غريبة جدا، يعني كنا بنقول الأول يعني ربما لما ترتدي الحجاب فده بيبقى فيه ستر، ولكن نرى هذه الأيام ما ترتديه بعض المحجبات يكون للأسف في كثير من الفتنة وفي كثير من لفت الأنظار أكثر من غير المحجبات. فالسؤال، ما الذي يجب أن ترتديه المرأة المسلمة من بين النقاب ومن بين الخمار ومن بين الحجاب ومن بين باقي الأشياء التي ترتديها النساء اليوم؟ ألا يصف، ألا يكشف، ألا يشف. ثلاثة افهم. لا يصف، لا يصف، يكشف، لا يكشف، لا يشف. يشف. الثلاثة دول إذا ما تنفذوش يبقى مش محجبة. يعني واحدة دلوقتي لابسالي بنطلون جينز ونص ظهرها باين ولابسة شرب على راسها ونص شعرها ونص طالع. شعرها طالع. مظبوط. يبقى كشف ووصف في حاجات شافة كمان. يعني إذا
احنا مش احنا يا اخوانا في فرق بين العباده مفهوم العوره مفهوم تعبدي. مين اللي قال ان العوره هي كل جسدها الا يديها وكفاها؟ الشرع اكيد. يا اسماء أكيد. اذا بلغت المراه المحيض لا يبدو منها الا هذا وهذا. نعم. هو ده من عندي انا؟ هو ابويا هو اللي قاله؟ انا ليه لا دعوه بده اكيد ولا انا بس شوف الشرع بيقول ايه وبنقول. تمام. واخد بالك؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن يعني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هو اللي قال. هو أنا اللي قلت. طب مولانا ولا العلماء هم اللي قالوا؟ تمام. ده هنا أمر إلهي. إذن مفهوم العورة تعبدي. وعلى ذلك فلا بد أن تلبس المرأة ما لا يكشف ولا يصف ولا يشف ووجهها وكفيها مباح في إطار هذا أيضا الحجاب، لأن البعض يقول بأن الحجاب لم يفرض صراحة في القرآن. يعني إيه الحجاب؟ الحجاب تغطية الرأس. لا، تغطية شعر الرأس. زي ما قلنا الآية من سورة الأحزاب هو دلوقتي، والآية الثانية في سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الاثنين دول بيؤكدوا ان القرآن نطق بالحجاب. السنة نطقت بالحجاب. اجماع الأمة شرقا وغربا سلفا وخلفا كل مذاهب المسلمين بتقول بحجاب المرأة. طيب السؤال العاشر بقى الحقيقة مسك الختام، لماذا يبيح الإسلام تعدد الزوجات بالنسبة للرجل ولا يجيزه بالنسبة للمرأة؟ هو تعدد الأزواج أنا أظن أنه لم يحدث في أي نظام ولا دين، ومش الإسلام بس اللي بيقول أن المرأة لا تتزوج أكثر من شخص، لأنه هو من كتبوا في الأنثروبولوجي من البدائيات الحقيقة قالوا إن قبائل الماكو في البرازيل في مستنقعات البرازيل كانت بتمشي بالنظام الأموي الأم يعني، فالست تبقى متجوزة 10 رجالة مفيش مانع، والولد ينسب إلى الأم، وحينئذ الولد ده يبقى ابن الأم دي. لما عملوا كده عملوا كده في حيث لا سكن، ما عندهمش سكن يسكنوا فيه قبائل الماكو دي. ودي أحط أنواع البشرية التي وجدت على وجه الأرض. لما جت ربنا سبحانه وتعالى خلق المجتمعات الراقية دي خلى الست تتزوج رجلا واحدا. لما نرجع بقى إلى الفطرة السليمة، الفطرة السليمة دي هي شعور غالبية النساء، نجد أنها تأبى أن يتعدد عليها الرجال. هي اللي بتقبى، مش هي عايز هي اللي بتقبى. هي اللي تقبى. دي الفترة السليمة، ده الفترة السليمة صحيح سبحان الله. وإذا تعدد عليها الرجال شعرت بشيء غريب جدا وهو عدم الحمل. ولذلك قالوا إن الزنا بيؤدي إلى عدم الحمل، وهذا هو الملاحظ في قلة النسل في اليابان. بعد انتشار الرفق وعدم وجود نظام الزواج. سبحان الله. نزلوا من 140 ل 124 صحيح. وهينزلوا الى 2050 الى 90. النسل مش بيختلط الانساب ابدا. ده النسل مش موجود، الست بتأبى الخلفة بيولوجيا. عدنا كده مولانا للجاهليه، ده كان بعض الجاهليه الاولى، الجاهليه الاولى بالفعل الأولى. كان مجموعه رجال ممكن يدخلوا بمراه ويزنوا بيها وهي بقى اللي تختار ابن الولد ده بقى ابو الولد يعني. دعوه كون انهم بيدعونا الى الرجوع الى العبط المشلتت. مظبوط. احنا بنقول لا، احنا مش هنرجع للعبط المشلتت. والحمد لله رب العالمين والذي والحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين. مولانا انا اشكر فضلتك على الاسئله العشره، وانا اعلم ان في بحر علمك الكثير والكثير، ما يكفي حلقات وحلقات للاجابه على سؤال واحد فقط من هذه الاسئله العشره، فانا اعتذر
مبدئيا لحضرتك على هذه الاجابات؟ طبعا اجابات شفافيه ووافيه، ولكن يعني مولانا كان يود ان شاء الله ان يكون في كم اكبر من العلم وشرح الاسانيد في الاجابه على كل سؤال. ولكن مولانا اشكرك على هذه الاسئله العشره، وارجو ان اتلقى اسئله الساده المشاهدين. وبالفعل لكي لا يكون تحيز، سيكون الان امامي مشاهدات يعني لكي لا يكون في نفسهن شيء. ام مصطفى اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ازيك يا استاذ عمرو؟ بارك الله فيك يا ام مصطفى. تحياتي لسيدنا الدكتور العظيم. سيدنا الله يخليكي، اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. والله انا عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول، انا زوجي متوفي له 3 شهور وكان عليه دين وهو ما قالناش يعني اسحبه فين. يعني زوج حضرتك اتوفى من 3 شهور وكان عليه دين؟ وانا عارفه ان هو عليه الدين، بس اصحابه مش عارفاهم فين حته، يعني مش عارفه صاحب الدين. طب ما فيش حد جه سال؟ والله هو حتى وهو عيان ما جابش سيره ولا قال الناس دي اسمها كذا ولا ما اسمهاش كذا ولا اي حاجه خالص. طيب حاضر. عارفه قيمته؟ لا. ايوه هم 7000 جنيه. طيب. 7000 جنيه. طيب السؤال الثاني يا ام مصطفى. السؤال الثاني ليه، بنتي جوزها رمى عليها يمين وهي ما سمعتوش بودنها. ما سمعتش. يعني قال هو مثلا في حته بعيده قال لها كوني طلقه يا فلانه، هي ما سمعتهوش، فهو لما جاء قال انا قلت كذا. تمام. حاضر. هو اقر واعترف ان هو رمى اليمين. طب هنستاذن بس من الزملاء في الكنترول لو نعلي الصوت بس جوه. طيب الاستاذه شاديه، بعد ما نعلي الصوت من فضلكم. يا استاذه شاديه اهلا بيكي. بحضرتك السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. ممكن اكلم فضيله الشيخ محمد علي جمعه؟ مع حضرتك. ايوه يا استاذ، انا ليا سؤالين عند حضرتك يا فندم. اتفضلي. انا سني عندي 48 سنه. نعم. انا عندي 48 سنه. ايوه فندم. وانا متجوزه وجوزي يعني كل شويه يعني حلاف يطلق، كل شويه يرمي عليا يمين ويطلقني يقول لي انت طالق، كل يعني في مره من المرات طلقني 3 مرات. انا مش زوجته كان يقول لي انت طالق، عليا الطلاق من امكم، عليا الطلاق من امك، لابني عليا الطلاق من امك، ان انا الشيء الفلاني ده ما يحصلش. يعني حتى وانا مش مراته يحلف برضه بالطلاق عليا، يقول لي عليا الطلاق ب3 بطلقك. اقول له انت مش فاهم حاجه، ان انا مطلقه منك انت مش جوزي. المهم الطلاقات بقى ايه كتير في بوكو، فالمهم كان 3 مرات الطلاق. فحب ان احنا نرجع عشان انا ما عنديش مكان اقعد فيه وكده، فرجعت له عملت محلل، بس المحلل ما يعني ما حصلش بيني وبينه اي خلوه. يعني يعني حصل يعني في محلل، والمحلل ده ما حصلش معاشره زوجيه تامه، وانفصلتوا؟ انفصلتي من المحلل؟ انفصلت من المحلل وما حصلش حاجه. حتى المحلل ما كانش عايز يطلقني لظروف خاصه بيه، فانا رفعت عليه خلع عشان يطلقني، وعملت فعلا خلع واتطلقت منه. ورجعت لزوجي تاني الاولاني. هو زوجك طلقك عند المأذون؟ ايوه يا فندم. ايوه. وبعدين عملتي المحلل ده وبعدين رحتي اتطلقتي من المحلل عند المأذون؟ لا، خلع بقى، عملت خلع منه عشان ما كانش عايز يطلقني. عملتي خلع منه وبعدين رجعتي لجوزك الاول؟ ايوه رجعت لجوزي الاولاني. طيب حاضر، هنعرف رد مولانا. حاضر. الاستاذ هاني من السعوديه. استاذ هاني اتفضل. يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. انا بشكر قناه سي بي سي ان هي وفرت لنا فرصه نقدر نوصل للدكتور المحترم علي جمعه. اشكرك يا فندم. وهو من الشخصيات اللي يعني الانسان يفخر انه قدر يوصل لها ويتواصل معها رغم الحراسه الشديده اللي حواليها، سواء اعلاميا او امنيا او ايا كانت التسميه. يعني انا بس عندي سؤال واحد، بيتهيألي في اكثر من 8 9 مليون مصري بيسالوه دلوقتي. اتفضل. بالنسبه للموظفين اللي في الازهر اللي صدر لهم قرار ان هم بعد ما يتم 8 سنين يفصلوا تعسفيا، يا اما يرجعوا يسيبوا حياتهم اللي بنوها في السعوديه لانهم طلعوا من مصر او من اي بلد ثاني، طلعوا من بلدهم مطرودين لانه مفيش اكل مفيش. يعني يا فندم بتسعى على فكره مشروعيه فصل العامل تعسفيا من البلد اللي هو بيشتغل فيها، وبالتالي ينقطع رزقه ويعود الى بلده الاصلي. طلع من الشيخ الازهر حضرتك قرار ان قرار اداري الشيخ الازهر مسافر بقى له اكثر من 8 سنين، يعني يسيب كل اللي بناه في بلد ثانيه. وعلى فكره اللي بناه مش كثير، اللي بناه شقه وتعب وعذاب وبعد عن اهله ومراته وعياله،
وكل اللي بيعمله هو بيشتغل للكفيل وللناس اللي بتدفع بيه الفلوس كل شهر. لو الجديد ان الحكومه فرض عليه ضرائب ان شاء الله الموضوع ده طيب. ما يتناقش. حاضر يا استاذ مش شخص الاول طلعوا قرار لو ما كانش يفصل. طيب حاضر يا استاذ هاني. حاضر الاستاذه ام احمد اتفضلي. ام احمد. طيب الاستاذ محمد. ام محمد اتفضلي. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. والله ممكن اتكلم فضيله الشيخ؟ فضيله اتفضلي. اتفضلي. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله اتفضلي. الحمد لله. بقول لحضرتك والله انا كنت يعني بصلي ومواظبه على الصلاه. نعم. وبعدين فجاه كده يعني قطعت الصلاه وبقيت يعني حتى اقضي طول النهار يعني متوضيه ولدرجه ان انا بحسد الناس اللي هم بيصلوا واجي اصلي بيحصل اي حاجه اي حاجه تخش الصلاه لدرجه ممكن يعني انا اسفه يعني ممكن كمان ممكن الدوره تنزل واستناها لغايه لما فكره الصلاه دي تروح عني خالص وببقى عمال اعيط وزعلانه جدا يا فضيله الشيخ والله وانا زعلانه انا عايزه اصلي انا عايزه اصلي. طيب طيب حاضر حاضر يا فندم. معانا شيماء اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حضرتك ممكن نسال الدكتور علي جمعه سؤال؟ اتفضلي. حضرتك طيب في حد تاني؟ طيب نجاوب فضلتك على نبدا بام مصطفى عندها سؤالين. في دين على زوجها هي ما تعرفش مين هو الدائن ولكن عارفه قيمته لازم هذه القيمه تحجز من التركه. يعني الراجل ترك تركة يبقى نحجز منها الاربع تلاف نحطهم في ظرف ونكتب عليهم دين علشان التركة بنوزعها بعد سداد الديون. مظبوط. فيبقى نحذف كده. افرض ان الراجل ده ترك 40,000 جنيه وعليه 4,000 نشيل الاربع تلاف يبقى هو ترك 36 بس والتوزيع هيتم على الستة وتلاتين مش على الاربعين. ليه تعمل فيهم ايه مولانا الاربع تلاف؟ هنحجزهم ونحطهم في الدولاب لغاية ما نعرف الناس دي حقها فين. قد ايه يا مولانا؟ هو سنتين ثلاثة يعني نقعد سنتين ثلاثة لانه ده دين ما هوش لقطة مثلا تقعد سنة ولا كذا لا ده دين فهيجوا في يوم من الايام يطالبوا بيه. احنا الدين ده لما واحد غايب الدائن غايب الاصل ان احنا نروح نفتح له بيها دفتر توفير ونحط الاربع تلاف دول فيهم ونسيبه هو وارباحه ولما يجي ياخد الدفتر باللي فيه لما يظهر بقى لما يظهر تمام يبقى انا عملت كده. لو ان انا بقى يعني كبرت في السن ولقيت الامور كده اقوم اطلعهم لوجه الله. تمام. اليمين بقى بالنسبة للست شادية لا لسه يا فندم ام مصطفى انا اسف برضو كان جوز بنتها رمى عليها اليمين وهي ما سمعتوش ولما جه قال لها انا طلقتك. لما واحد بيروح يجي يقول انا طلقت قد يكون كاذبا قد يكون كاذبا ما طلقش ولا حاجة بس قاعد يهددهم قاعد يلعب بيهم قاعد وده من قلة الديانة فيقعد بقى يلعب بيه انا طلقتك امبارح طب انا ما سمعتكش طب يعني انت خلاص انا مش مراتك ولا ايه لما نشوف فيقول الامام الاسنوي لو قال اعلم اني طلقت زوجتي لم يكن طلاقا لاحتمال كذبه لاحتمال كذبه مجرد قال عايز تطلق طلق قول دلوقتي ارمي عليه دلوقتي, دلوقتي. ما قلتش قلت ده انا اصلي طلقت قبل كده طب ما اتطلق دلوقتي بقى قول حكايه قول لها انت طالق صحيح لكنه ما قالش يبقى كده لا يعتد بطلاق لو رجع فيها هنقبله تمام لو قال لا ده انا كنت بضغط عليك اصلا انا كنت بهددك اصلا انا كنت مش عارف بعمل فيك ايه بس كله دي قله حياة يعني دي ما تتحسبش طلقه يا مولانا لا مش هتتحسب طلقه شرعا طيب تمام ولكن التصرف ده ما هو السليم اكيد التصرف ده هو اللي احنا عاملين الحلقه عليه طبعا. حكايه التمططة على الستات مظبوط وتحيير الستات صحيح يعني هو ده كده انا طلقت امبارح الا واعدي صحيح شوف هتطلق ولا مش هتطلق الشرع مبرر لكن احنا للاسف يعني احنا اللي تطبيق فده تطبيق سيء لكن مش هتتحسب طلقه تمام طيب
الست شادية بتقول انها اتجوزت والراجل بقه زي في اللبانة، انت طالق، انت متجوزة، انت طالق، انت متجوزة، علي الطلاق، علي الجواز، ايه ده؟ ما هو ده برضو من سوء الاخلاق. اللهم نعوذ بك من سوء الاخلاق والشقاق والنفاق. فليه كده؟ لكن على كل حال هي عملت حاجة غلط، وهي انه بعد ما طلعها عند المأذون ثلاث مرات راحت اتجوزت واحد، وقبل ما يدخل بيها هذا الواحد خلعته، هذا الواحد طلقها، هذا الواحد مات عنها، كل الكلام ده لا تحل لزوجها الأول. الاول لانه لم يدخل بها، لانه لم يدخل وكانت النيه مرنا من الاول، هم هو عارف ان وهي عارفه ما لناش تدخل بالكلام محلل. ده ما لناش تدخل بالكلام ده. طيب انما لو كانت من النيه من الاول عارفه انه محلل ودخل بيها كانت هترجع لجوزها. تمام. لكن في اثم، الاثم حاجه، الصوره دي فيها اثم على المحلل. طب هم يا مولانا عقدوا العقد خلاص، مساله الدخول بيها او غير الدخول بيها كان ممكن ما يحصلش لاي سبب، سبب فيه هو شخصي، سبب صحي، مات او اي حاجه، هنا العقد ده ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش مش بس العقد، لا لازم يدخل بها، لازم يدخل بها. فاذا حدث انه مات مات اهو، او منعه مانع، او اختلعت او طلقها او انفصل او اي حاجه، او تبين انه اخوها من الرضاع مثلا، كل ده ما دام لم يدخل بها ما تعدش للاولاني. يعني هي كده ما ينفعش واضح انها رجعت. يبقى غلط، يبقى جوازها باطل شرعا. ولذلك دي مصيبه كبيره. طبعا. ولذلك طبعًا. انا عايز الست شادية هي وجوزها المطلاق ده يروحوا لدار الافتاء، يا ريت لو هي سمعانا، وما يكتفوش أكيد. بكلامي دلوقتي لان دي قضية كبيرة. فعلشان بس من لخبطش يروحوا لدار الافتاء. تمام. هيجلس معاهم الشيخ ويسمع الكلام كله ويقول لهم ازاي تتحل هذه المصيبة، لان يا ست شادية انت وزوجك الحالي دلوقتي في مصيبة، لانه انتوا عملتوا حاجات غلط، بس علشان الحدوتة كلها مش معانا يبقى لازم واحد يبحث في هذه المسألة. طبعا. بالنسبة للأخ هاني بيقول يبدو انه في قرار من الأزهر بفصل العمال اللي راحوا او العاملين اللي راحوا في الدول الاخرى يعملون، فهم بيعملوا وبعدين يجوا يبنوا بيت، يجوزوا ولادهم، كذا الى اخره. الحقيقة ان وبعدين في بقى بيقول ايه، ان اللي عدى المدة هفصله، اللي هي 8 سنوات يا مولانا، 8 سنوات وفي سنة تانية وفي اصله حاجات. تمام. بتبقى مرافقة للزوجة وفي مش مرافقة للزوجة وحاجات زي كده. تمام. الشغلانة دي شغلانة إدارية. إدارية مظبوط. مالناش دعوة بيها. طيب. كان في سؤال أعتقد من أم محمد. أم محمد بتشكي إنها كانت بتصلي بعدين سابت الصلاة، بالرغم إنها بتقعد متوضية، لكن لما يجي وقت الصلاة يعني إيه ما عندهاش همة للصلاة. فأنا بقول لها زي ما قلت كثير قبل كده، حاولي يعني حاولي طبعا تعملي الهمة دي، وحاولي ان انت تذكري الله سبحانه وتعالى. نعم. تذكري الله، فاذكر الله كثير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يعني ذكر الله هيخليك تعينك عن الصلاة. ويقول ايه، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر، اكبر من الصلاة. فيمكن ذكر الله تمسكي سبحة كده، تسبحي، تستغفري، تصلي على النبي عليه السلام، يمكن ده يعينك على أداء الصلاة. طيب ربنا ندعو لك بالتوفيق. ناخد اتصال من منى قبل ما نروح لأسئلة حضراتكم على الفيسبوك وعلى الاس ام اس. الأستاذة منى اتفضلي فن. السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام. السلام. أنا ليا سؤالين ممكن أكلم فضيلة الشيخ. اتفضلي. أنا والدي توفى من 11 سنة، وكان سايب لنا ميراث كبير يعني، وأخويا الكبير مش عايز يدينا ميراثنا يعني، حاولنا معاه يدينا الميراث بتاعنا، وليا إخوات محتاجين الميراث دهوت، وهو كان عاقب بوالدي ووالدتي وقطع صلة الرحم بينا ومنعنا ندخل البيت. طيب. وإحنا حاولنا معاه كتير،
يعني مش عارفين يعني نسيب حقنا، ربنا هيحاسبنا على ان احنا سكتنا، ولا هناخده ازاي، ولا هو ربنا هيحاسبه، ولا حاضر. يعني مش عارفين نعمل ايه. حاضر يا فندم. طيب والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني، انا ابني كان خاطب واتفق مع البنت ان هي قالت له بعد ما نتخطب هتتحجب وهتلتزم وكده اهوت، وبعدين ما التزمتش، وهو كان جايب لها هديه يعني ذهب وكده، فانا عايز اعرف هل هي من حقه الهديه ان هي ترجع له ولا لا؟ اشكرك يا فندم. تمام حاضر. ده أي. سؤال بالفعل مكرر عند ناس كتير. نعم. استاذ احمد. استاذ احمد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور نور الدين؟ اهلا وسهلا اتفضل. اهلا بيك. كنت عايز بس حضرتك توجه كلمه، عشان حضرتك مؤثر جدا وله تاثير وشعبيه كبيره. توجه كلمه الى الرجاله اللي بيكونوا جوازاتهم ولو بالنظر، ان الموضوع زي زياده عن ايه. انا مش سامع. معلش يا استاذ حضرتك، بس يا استاذ احمد الصوت مش واضح شويه. علي صوتك من فضلك بس. علي صوتي يعني؟ طب كده سامعني؟ اه جدا اتفضل يا فندم. علشان دكتور نور الدين علي جمعه كان مؤثر جدا. اه. بطلب منه انه يوجه رساله الى الازواج اللي بيخونوا زوجاتهم. اه. لان الموضوع زايد قوي اليومين دول. لا لو بنظر اللي بيخونوا زوجاتهم. ايوه. ايوه. طب ايه هو السؤال يا فندم تحديدا يعني؟ رسالة بنصحهم فيها. طيب حاضر حاضر يا فندم. اتفضل يا مولانا، بس نبدا استاذنك بالاستاذة منى الاول يعني. الست منى بتقول انه ابوها مات، ترك ميراث كبير، الاخ الكبير يرفض انه يعطي حد شيئا من الميراث. نعم. دي قضية امام المحكمة. فالست منى يجوز لك شرعا من غير اي نوع من انواع وصف انه ده قطيعة رحم ولا كذا الى اخره، انك تروحي لحضرة القاضي يعطيك حق وحق أكيد. اخواتك أكيد. لكن ترك هذا الحق كده، يقول ابن حزم ان ترك الحق حرام، يعني ما يجوز ليك ان انت تتركي حقك، وخاصة وانت بتوصفيه بعقوق الوالدين الله يرحمهم وهكذا الى اخره، فيجوز ليك رفع قضية عليه. لا. القضية التانية ان لأي خلاف، قالت هتحجب وما تحجبتش، المهم ان الخطبة اتفسخت، انا عطيت هدية. الهدية دي لو كانت باقية، الهدية دي عبارة عن ايه؟ هل هي عبارة عن تورتة او شوية ورد او حاجات زي كده؟ ما بتتردش. لكن اذا كانت حتة ذهب ولا الماز ولا كذا الى اخره، يبقى بتترد، لانها الهدايا الباقية جزء من الشبكة. يعني ايه باقية؟ يعني مستمرة، يعني موجودة لسه مستمرة، لانها جزء، كأنها جزء من الشبكة، والشبكة جزء من المهر. فما دام الخطبه ما حصلتش، يبقى الهدايا دي كلها ترجع اذا تمام. كانت باقيه على هذه الهيئه. نعم. بالنسبه للاخ احمد بيشكو من شيوع الزنا يعني، او شيء من هذا القبيل، فنسال الله السلامه. اللهم امين. ويعني ده امر ما معروف من الدين بالضروره. هذا الفاحشه، وفي كثير من الناس يقولون كده، انتوا ليه سايبين احنا سيبنا ولا عملنا، احنا قاعدين نقول ان ده حرام، وان الله بيأمر بالعفاف، وان الفاحشة حرام وفيها حد مغلظ وكذا الى اخره. فنسأل الله التوفيق للناس، ودي رسالة بنقول فيها للازواج جميعا ولكل المسلمين، ابتعدوا عن الفاحشة، فليس فيها البركة لا في الاولاد ولا في المال ولا في الارزاق ولا في الحياة ولا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب مولانا، على الاس ام اس في نفس هذا الإطار، يعني في أحد المشاهدين بيقول، ما حكم المتزوجة التي تتحدث مع رجل على الفيسبوك ويقول هو كلام عام، هل تعتبر خيانة لزوجها؟ ما تقول لزوجها. ما تقول؟ تقول لزوجها. ما تتكلم على الفيسبوك مع فلان. الإثم ما حكى في الصدر. وخفت أن يطلع عليه الناس. صحيح. هي جنبها جوزها كده وبتعمل شاتنج مع شخص معين. صحيح. ماشي. أدام كلام عام، طب ما جوزها يعرف. طيب جوزها بقى مش عارف، دي نمرة واحد. أو إذا كان عارف فإنه بيغار عليها ومش عايزها تعمل كده، يبقى ما تعملش. تمام مظبوط. يعني هي القضية كلها إن الحاجة المدارية
تكسر المحرات. اكيد الحاجه المدارية تكسر المحرات. تكسر المحرات صحيح، طالما هي المدارية تكسر المحرات صحيح. فبتعمليها مدارية ليه؟ صحيح صحيح. طيب خلينا مولانا اسال لفضلتك بعض الاسئله اللي جايه على الفيسبوك. الاستاذ احمد العمده بيقول: ما راي الدين في طاعه المخطوبه التي خطبها في سلوك خطبها في سلوك الحسن، وما يجب ان تتحلى به في هذا الاطار، واذا لم تتحلى بهذا ما الواجب اللي اعمله؟ يعني بيسال تقريبا على يعني الاخلاق اللي لازم تتحلى بها المخطوبه. احنا اتكلمنا في حلقه عن الخطبه يعني بصفه عامه. لا هي القضيه مش كده، القضيه ان احنا في عصر البنات والولاد مش مفرقين بين المعاندة والمساندة. المعاندة والمساندة. فضل. العيال اللي لسه الجديد يعني. العصافير الجداد دول فاكرين ان الحكاية صراع. والحقيقة ان العلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على المساندة لا المعاندة. اكيد. بس لو تمام. فهمنا دي هنفهم حاجات كتير. طيب سلمى بتقول لفضيلتك: الزي الشرعي ومدى حرمانية ارتداء البنطلون والطرحة لو كان بتغطي لحد منطقة الرقبة بس؟ لا انا مش هنشتغل يعني انا ما بشتغلش ترزي، انا بشتغل فقيه وبقول لها لازم الا يصف الا يكشف الا يشف. تمام. طيب في اسئلة كتير يعني. طيب عبد الرحمن جلال: طيب ما هو رأي الدين في حق المرأة في اختيار مظهرها أمام الناس وحق الناس عليها في عدم جذب الأنظار اليوم يا مولانا؟ دي برضو كان في إطار حلقة التحرش والاغتصاب وغض البصر. هو شوف، خذ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم. إن ما نعم. المرأة عارفة امتى تكون لافتة وامتى لا تكون لافتة، وامتى تكون متبرجة وامتى لا تكون متبرجة. فبلاش يعني بلاش نسأل يعني في البدهيات و لكن المرأة حاسة انها بتعمل كده علشان كده وهكذا. ولذلك احنا بنقول للنساء اتقوا الله وبنقول للرجال اتقوا الله. على الاسم اسم يا مولانا الاستاذ احمد ماهر بيقول: هو واسرته بيربوا طفل يتيم عندهم في البيت منذ سنوات كتيرة، بقى عنده 10 سنوات وبيعملوه افضل معاملة وبيحبوه بشكل كبير جدا، لكن الجد والجدة ما بيحبوش هذا الولد اللي هو بيتربى في البيت، والاب والام بقى المتبنين هذا الولد الحقيقة بيخافوا يقصوا عليه عشان ما يكونش فيه حرمانية، لأنه يتيم وأن هم بيربوه فبيخافوا على مشاعره كتير جدا وما بيحبوش يزعلوه حتى ولو بغرض التربية. حكم الدين إيه يا مولانا؟ لا كده هيطلع مايص الولد. يعني لازم يربوه وزي ابنهم ويزعلوه زي ابنهم زي ما بيزعقوا لابنهم. كده هيطلع مي يعني مش هنربيه كده. ده احنا كده هنفسده. المفروض ياخدوا فيه الثواب عشان يربوه ويخلوه راجل صالح، يطلع مسمار كده حلو ينفع المجتمع وينفع الناس وينفع كذا الى اخره. لكن هنقعد ندلع فيه علشان اصله مش عارف ايه؟ ده لا، ده تحيز. ده تحيز باطل ده. فلازم ما يعملوا زي ولا ابننا بالظبط. تمام. بس بلاش حكايه تبنوه. انا يكفلوه مظبوط، علشان بس ما يجيش للناس قضيه انه التبني حلال او كذا. تمام. الحقيقه في عندي اسئله كتير يعني. حكم الزواج من اخوانيه ده بيسالوا التائب الى الله يتجوز اخوانيه؟ يعني اسئله احسن ان احنا نتجاوزها ونتغاضى عنها لانها لا معنى لها. تمام مظبوط. اشكر حضرتك يا فندم. في عندي يعني سؤال الحلقه اللي كنا قلناه ما اهم سؤال ترى راي الدين فيه. ففي اسئله كتير يعني: واجب الزوجه او فضائل الزوجه، راي الدين في عمل المراه، حق المراه في اختيار مظهرها، هل يجب على المراه ايضا ان تغض بصرها؟ في الحقيقه اسئله كتير يعني. هبه صلاح بتقول: كل ميسر لما خلق له معنى القوامه. في بعض الاسئله يعني على كل حال يعني اغلب زوجته اغلب هذه الاسئله جاوبنا عليها. ولكن انا عايز اقول حاجه، هي ان العلاقه بين الرجل والمراه هي مبنيه على الود طبعا، الحب طبعا، والسكينه والتكامل، وليس مبنيه على الصراع. اكيد طبعا. بس ده خلاف الفكر الغربي. الفكر الغربي العلاقه بين الانسان والكون مبنيه على الصراع، العلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على الصراع، العلاقة بين الحاكم والمحكوم مبنية على الصراع، العلاقة بين الدول مبنية على الصراع.
فكر كده صحيح. ولذلك كانوا بيتخانقوا مع الآلهة في صحيح. الفكر اليوناني صحيح. القديم مظبوط. وهرقل راح يهزم الآلهة ويتخانق معاهم. احنا ابدا الحمد لله احنا بنقول يا رب وبنحب بعض ومتسقين مع الكون، فرحانين بالكون أكيد. وبنقول ان الكون ده بيسبح أكيد. زينا طبعا، واحنا زيه. وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولذلك إحنا عايشين بنسجد مع الشجر أكيد. والشمس أكيد. والقمر، فإحنا حاسين بالتوائم والتكامل أكيد. فيجب على الرجل والمرأة أن يشعروا بهذا. بارك الله فيكم مولانا، جزاكم الله عنا جميعا خيرا على هذا العلم. شكرا جزيلا ليك. شكرا لك. شكرا حركة مولانا، ونراكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والله أعلم.